السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ عساكم طيبين. أحد مشاهديني سألني سؤال جدا مهم، قال لي يوم شاعل ليش اتجاه الطائرة على الخريطة يكون مقوس وليس خط مستقيم؟ فاليوم راح نفكر على هذا الموضوع وأجيب لكم الجواب، والجواب هو حيكون جزئين، الجزء الأول هو جزء هندسي والجزء الثاني هو جزء إنه الطائرة تتأثر في أو تتأثر من الرياح. خلونا نشوف. أول شيء هو الهندسة. أوكي، سو خلونا نشوف. أنت الحين واحد منكم يمكن عنده نفس هذه الأب، مثلاً Flight Radar أو Flight Aware أو Flight Tracker اللي هو. حتجون هنا حتقولون أوكي أنا رحلتي رايحة مثلاً زي هذه من ميامي إلين لندن هيثرو، وحتسوون زومات عشان تشوفون الطريق كيف. حتلاحظون إنه الطريق مقوس وليس خط يعني مستقيم، فحتقولون ليش ما يروحون خط مستقيم؟ أوكي، هذا السؤال اللي سؤل لي، وأنا حشرح لكم ليش الخط مقوس وليس مستقيم. خلونا نفترض ناخذ طيارة صغيرة مسافتها ما هي مرة بعيدة، مثلاً هذه الرحلة رايحة جاية من تامبا إلى أوبلاكا إيربورت اللي هو جنب ميامي. أوكي، تشوفون الخط حقها مستقيم، بس هنا الخط لما تمشون فوق المسافة البعيدة اللي زي هذه لندن هيثرو حتشوفون أنه مقوس جداً والمسافة جداً أكبر، فمر مقوس. ولكن هذه الرحلة اللي جاية من تامبا عسى ما ضاعت، هذه هي شكلها مستقيم. فإيش الفرق ما بين هذه والثانية؟ الفرق إنه أولاً هو رسم الخريطة. هذه الخريطة مصممة كخريطة ثنائي الأبعاد وليس ثلاثي الأبعاد. الكرة الأرضية هي كرة وليست خريطة مفتوحة. فخلينا نشوف في الحقيقة كيف حيكون اتجاه الطائرة لما أنت تشوفون البروجكشن على كروية الأرض كيف تكون. فخلونا نشوف لو حطينا هذا الطيارة رحلتها على كروية الأرض. فأنا حستخدم بروجرام اسمه ForeFlight. EEGL LL is the IKEA code حق لندن هيثرو. أوكي، فإذا جيت هنا هذه كروية الأرض، هتقولون أوكي فهمت، هذيك الخريطة ثنائية الأبعاد، هذه الخريطة ثلاثية الأبعاد، لأنها يعني تأخذ تقوس الكرة الأرضية اللي هو the curvature of earth. فحتشوفون إنه لأنه حنا الحين قاعدين نتكلم على هندسة كروية الأرض وكيف يكون المسار. المسار ليس خط مستقيم، ولكن حيكون هناك، خاصة إذا كانت المسافة جدا بعيدة، حيكون هناك تقوس أو انحناء. فهذه تكون أفضل وأسرع طريقة، زي لو أنكم أنتم ماشيين في ثنائي الأبعاد، أقرب مسافة هي خط مستقيم، أقرب مسافة هي أن يكون هناك like a plane أو مستوي يقطع الكروية حقة الكرة الأرضية. فهذا اسمه The Great Circle، اللي هي هندسة The Great Circle. فلما تقطعون الكرة الأرضية بهذا الشكل حتكون أحسن مسافة هي التقوس هذا. الحين خلينا نشوف، هذه مسافة بعيدة فيبان التقوس. فلما أجي أخذ هذا الخط اللي قاعد يصير هنا البينك هذا وأحطه على خريطة اللي ثنائية الأبعاد، يبان أنه مرة متقوس. الآن لو جيت حطيت مسافة صغيرة زي مثلاً خلينا نقول ميامي إلى بام بيتش، أوكي، سوي زوم، حلاقي لأنه هي المسافة لما تكون مرة كبيرة يبان التقوس، لأنه قاعدين نتكلم على مسافة كبيرة بالنسبة لقطر الكرة الأرضية. هنا مسافة جداً صغيرة بالنسبة لقطر الكرة الأرضية، لذلك تبان أنها خط مستقيم. فهذا هو الفرق من ناحية الهندسية. الحين فهمنا التأثير الهندسي على
مسار الطائرة. الشيء الثاني الذي يؤثر على كيف الطيارة تطير وكيف يختارون الاتجاه هذا، أو بعض الأحيان يكون التقويس أكبر من اللي شفناه، يعني حتى لو بروح لندن يصير أطلع actually شمال أكثر علشان أستغل الرياح، أوكي؟ أستغل الرياح لصالحي كطيارة. ليش؟ إحنا هذه الكرة الأرضية، أوكي؟ زي ما تعرفون الكرة الأرضية تدور حوالين نفسها، فمحور الدوران هو القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وتدور من الغرب إلى الشرق. أوكي، ممتاز، أنتوا الحين معي. دوران الكرة الأرضية يؤثر على الرياح. ليش؟ لأنه الرياح مسافتها، يعني زي الاير ماسز وكل هذه الأشياء، مسافتها جدا كبيرة، فدوران الكرة الأرضية يؤثر عليها بطريقة قد يعني لا تكون بديهية الواحد لما يفكر فيها. ولكن إيش يصير الحين؟ نفترض عشان تحط الفكرة، نفترض أنا أبغى أرمي كرة من القطب الشمالي وأرميها directly south على الجنوب، وأنا عندي قوة هائلة إنه تصير بسرعة. في اعتقادكم لو رميت هذا الشيء، هل حيوصل بالضبط يعني directly جنوب؟ لا، لأن الكرة الأرضية تدور. ففي الجزء الشمالي من الكرة الأرضية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية حيبدو لي لما أنا أرمي إنه هذا الشيء اللي أنا رميته يلف إلى اليمين، وإذا كنت أبغى أرمي شيء من القطب الجنوبي إلى الشمال حيبدو لي أنه هو يتجه إلى اليسار. هذا الشيء اسمه تأثير كوريولس، وهو تأثير من دوران الكرة الأرضية على مسار شيء قاعد يتحرك على سطح الكرة الأرضية. علشان نفهم وش كوريولس افكت، خلونا ناخذ مثال. هذه مثلا، هذه الشخص اللي هنا انا، اوكي، وعندي كورة، هذه الكورة حجيبها هنا، اوكي، انا احاول ارمي هذه الكورة، وايضا انا داخل قرص دوار، اوكي، القرص الدوار قاعد يتحرك بهذا الاتجاه، لذلك انا الاتجاه حقي حيكون كذا، واتجاه الكرة حيكون كذا. بس نفترض انه انا ابغى ارمي الكرة الى المركز، اوكي، خلنا ناخذ لون اخضر، انا حرمي الكرة بهذا الاتجاه. الحين انا اللي قاعدة ارسم ماني جوة القرص، اوكي، سبحان الله، يعني ماني انا في القرص وفي نفس الوقت ماني في القرص. من النظرة العلوية، يعني انه انا ماني جوة القرص، حيتضح لي انه اتجاه الكرة، اتجاه الكرة حيكون على طريقة مستقيمة كذا، لأنه الكرة هي قاعدة تدور، لأن القرص يدور، وأيضا أنا رميت الكرة إلى مركز القرص، ممتاز. بس بالنسبة لنظرتي أنا، أوكي، بالنسبة لي أنا اللي جوة القرص، كيف يكون شكل اتجاه هذا الكرة؟ حيكون شكل اتجاه هذا الكرة، خلنا نأخذ لون ثاني، actually كذا. ليش؟ لأن الإطار المرجعي حقي أنا قاعد يدور مع دوران هذا القرص بهذا الاتجاه، لذلك في نظري أنا المدار حق الكرة حقي حيكون بهذا الشكل، وليس بخط مستقيم زي ما شفنا لما قلنا في البداية إنه لما أنا أكون ماني جوة القرص كيف أشوفه؟ هشوفه كذا. اوكي، alright. الحين الشيء الثاني ولازم نفهم فيه، الحين محور الدوران هو هنا، اوكي، لذلك السرعة ابعد من، كل ما كنت ابعد من المركز، مركز الدوران، حتكون السرعة اكبر. فلذلك خلونا نمسح، او خلونا ناخذ هذول كمثال، خلنا نمسح هذولي، اوكي، لذلك هنا كل ما كنا ابعد
كل ما كانت السرعة بتكون أصغر وأصغر لين ما تكون تقريبا صفر في النص. فهذا أيضا يؤثر على السرعة. كل ما أنا قاعدة أرمي هذه هنا نسبيا، هذه الكرة قاعدة تنرمي بسرعة أكبر لأنها كان بدايتها موقفها هنا، بعدين قاعدة توصل إلى مناطق أبطأ وأبطأ وأبطأ، فيكون مدارها يعني سرعتها أكبر من الناحية هذه اللي هنا. فلذلك حيبدو لي أيضا على أن يكون هناك انعكاف أظن أو انحناء في هذا المدار. الحين حنا فهمنا موضوع تأثير كوريولس لما نكون في قرص دوار. طيب كيف يكون من ناحية حنا الحين في الكرة الأرضية؟ فتشوفون هنا القطب الشمالي، القطب الجنوبي، خط الاستواء، وبعدين دوران الكرة الأرضية حيكون حول هذا المحور. أوكي؟ وحيكون دوران الكرة الأرضية من الغرب إلى الشرق. حيكون من الغرب إلى الشرق. لذلك نفس الشيء، ما دام المحور حقي كذا معناته أسرع سرعة حتكون السرعة هنا، بعدين حيكون نص نص هنا، بعدين حتكون بطيئة جدا هنا. نفس الشيء في القطب الجنوبي، حيكون صغير هنا، نص نص هنا، بعدين كثير هنا. فنفترض أجيب الكورة حقتي اللي كنت ألعب فيها وأقول أوكي أنا حرمي الكورة من هنا وحأرميها بسرعة كبيرة جدا إلى الجنوب. بالنسبة لي، بالنسبة لدوران الكرة الأرضية، لأنه هذه الكورة هناك، خلنا نحط لون ثاني، هذا شقاوة. أوكي الحين عندنا سرعة من القطب الجنوبي حتكون بطيئة، ولكن أنا رميتها بقوة، فبالنسبة لي حيكون الاتجاه حق الدوران الكرة منحني إلى اليمين. وإذا رميتها من هنا الكرة ما أدري ليش كبيرة الكرة هنا، خلنا نرميها هنا وتكون هنا، أبي أرميها بهذا الاتجاه بس أصلا عندها سرعة من دوران الكرة الأرضية، لذلك حيكون الانحناء إلى اليسار. فهذا بالضبط هو تأثير كوريولس. طبعا كل ما كنا أبعد حيكون الانحناء، كل ما كنا أقرب إلى القطب الشمالي الانحناء يكون أكثر، لين ما نوصل هنا يكون الانحناء معدوم لأنه هنا أسرع منطقة. لذلك حتى كثير يسألون أنه ليش حنا نبي نقلع صواريخ أقرب لخط الاستواء. جزء من هذا الموضوع هو كوريولس إفكت. فهذا الكوريولس إفكت يؤثر على ال هواء. فهناك خاصة في خلنا نروح هنا في النورث أتلانتيك اللي هو الشمال الأطلنطي، أتلانتيك أوكي أظن قاعد أشوفه هنا، الشمال الأطلنطي، في هناك شيء اسمه تدفق رياح يخلي الرياح تتحرك من الغرب إلى الشرق بسرعة هائلة، خاصة ما بين 33,000 قدم إلى 55,000 قدم، والمساحة تكون أو يعني طول المدار حق الجيت ستريم هذا يصل إلى 160 كيلومتر يعني طوله. أوكي فهناك قد تصل سرعة الرياح 92 كيلومتر في الساعة إلى أيضا 400 كيلومتر في الساعة، في يعني أحيانا معينة توصل لهذه الدرجة سريعة. فبعض الأحيان تشوفون لو أنتم مثلا في نيويورك ورايحين على، أو مثلا أنا أقول لما أنا رحت السعودية من نيويورك إلى السعودية
أخذنا تقريباً 11 ساعة أو 12 ساعة، بس في الرجعة أخذنا 14 ساعة لأننا كنا ضد الجت ستريم، فكان عندنا هيد ويند 100 نوت، أوكي؟ أو نقطة أو نسيت وشو بالعربي نوت. المهم الهدف هو استغلال الرياح في الطيران، فقد يكون هناك أهداف معينة للطيارة أنه خليني أروح أكثر شمال علشان أستغل هذه الرياح في طريقي. فهذا الجزء الثاني، طبعاً هناك تفاصيل أكثر منه كيف تصير هذه الرياح، وهذا غير موضوعنا اليوم لأنه إحنا نقعد هنا من هنا لبكرة. فمن مسألة جواب هذا السؤال، الهدف هو أن أجاوبه بطريقة سهلة. أتمنى أنكم استفدتوا مني اليوم وأني جاوبت السؤال حق أحد مشاهديني، واستفدتوا إن شاء الله كلكم، وشكراً لكم.